بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا أصدقائي وزملائي الحكام، السادة الحكام والسادة المدربين في جميع أنحاء الوطن العربي. طبعا بداية أحب أشكر أقدم الشكر للاتحاد العربي، رئيس وأعضاء وأمين عام، على دعوتي للحضور والتواجد في دراسات الحكام العرب لل 3x3. طبعا شرف لي ان اكون متواجد في هذه الدراسات دي، مش اول دراسات طبعا اكون متواجد فيها. قبل ما ابدا الدراسات حابب اقدم برضو الشكر على المجهود اللي بيعمله الاتحاد العربي لتطوير كرة السلة في الوطن العربي في شتى المجالات، حكام ومدربين واحصائيين واداريين و3x3، وما زال الدراسات قادمة ان شاء الله باذن الله. طبعا هبقى انا سعيد جدا ان اكون موجود معاكم النهارده في اخر يوم في الدراسات بتاعت 3x3 عشان نتكلم مع بعض على ميكانيكيه التحكيم. خليني اشير معاكم برزنتيشن اللي احنا هنتكلم فيها النهارده ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم مع بعض عن ميكانيكية التحكيم بتاعة 3 الخاصة ب 3x3. اسمحوا لي قبل ما نبدأ المحاضرة أعرفكم بنفسي، أنا اسمي وائل إبراهيم محمد من مصر، عندي 41 سنة، بشتغل بره مجال كرة السلة، بشتغل مهندس بترول، حكم دولي من 2010، حضرت معسكرات عديدة في جميع أنحاء العالم سواء في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا. حاليا أنا رئيس لجنة حكام الميني باسكت في الاتحاد المصري لكرة السلة وفي منطقة القاهرة، وعضو لجنة حكام 3x3 في الاتحاد المصري لكرة السلة، وعضو لجنة الميني باسكت 3x3 في الاتحاد المصري لكرة السلة، ونائب رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الأفريقي للكراسي المتحركة. ده سريعا كده بريف عني. طبعا زي ما انتم شايفين الحمد لله الواحد مركز جدا في كرة السلة وحابب جدا كرة السلة خاصة مجال التحكيم، فأتمنى إن شاء الله بإذن الله إن احنا نستفاد مع بعض النهاردة بحاجة ولو كانت معلومة صغيرة بإذن الله تساعدنا في تطوير التحكيم بتاعنا وأدائنا في الملعب لخدمة في الآخر كرة السلة في الوطن العربي. النهارده احنا هنجتمع مع بعض ان شاء الله في حدود 45 دقيقة، هنبدأ المحاضرة بتاعتنا 5 دقائق تقريبا، هنتكلم عن بعض المصطلحات الهامة جدا في الخاصة بميكانيكية التحكيم، وبعد كده هننتقل إلى الكي برنسبلز أو بعض المبادئ الأساسية في ميكانيكية التحكيم. طبعا كل كلامنا النهارده بيخدم أو بيتكلم في نطاق ميكانيكية التحكيم. بعد كده هنتكلم على بعض المستيكس اللي احنا بنعملها كحكام في الملعب عشان نحاول ان احنا نتجنب هذه المستيكس ان شاء الله عشان نطور من ادائنا في الملعب. وبعد كده هيبقى في فيديو لمدة 5 دقائق، وبعد الفيديو ده هندخل ان ديتيلز في موضوع الميكانيكس وازاي مكان الحكم الاول يبقى فين، الليد والحكم التريل يبقى فين وهكذا. بعد كده هنتفرج على بعض الفيديوهات الخاصة بالميكانيكس عشان نوضح بيها ايه الحاجات اللي احنا شرحناها. فاحنا ان شاء الله محاضرتنا باذن الله هتبقى في حدود 45 دقيقة ان شاء الله مع بعض. اتمنى ان احنا نستمتع مع بعض في ال 45 دقيقة دول ونطلع في الاخر بمعلومة صغيرة ولو كانت صغيرة تفيدنا في التحكيم بتاعنا ان شاء الله باذن الله. باذن الله احنا في نهاية المحاضرة دي محتاجين كل واحد فينا يسأل نفسه، هل هو اتعلم حاجة خاصة بالترمينولوجي؟ هل هو اتعلم حاجة ولو حاجة واحدة خاصة بالمبادئ الأساسية للميكانيكس التحكيم أو ميكانيكات التحكيم؟ هيحاول يشتغل انه يبطل حاجة من ضمن المين ميستيكس اللي بيعملها في التحكيم؟ دول ال3 حاجات اللي احنا محتاجين ان شاء الله بإذن الله لما نطلع من هذه المحاضرة نكون استفدنا بيهم وبدأنا نشتغل عليهم ان شاء الله. طيب لازم نسأل نفسنا كده في اي محاضرة ايه هي الاوبجكتيف بتاعتنا، يعني ايه هدفنا ايه من المحاضرة دي. ان احنا زي ما انتم عارفين احنا الجيم بتاع كرة السلة عبارة عن وان جيم، حكمين في الملعب و3 حكام على الطاولة او حكمين على الطاولة، ولكن هم كل دول بيسموا وان اوفيشيتنج تيم. فاحنا الاوبجكتيف بتاعنا
العام بقى الاوبجكتيف العام من هذه المحاضره ان احنا نطلع وان تيم وان اوفيشيتنج تيم، وده هو ده سر نجاح اي تيم بيشتغل في التحكيم. فان شاء الله احنا عندنا اوبجكتيف عام للمحاضره دي ان احنا نطلع فاهمين يعني ايه وان اوفيشيتنج تيم، والاوبجكتيفز الاخر اللي هم الثلاث حاجات اللي اتكلمنا عليهم اللي هي الترمينولوجي والكي برينسيبلز والمين ميستيكس. خلينا نبدا بالترمينولوجي او المصطلحات. قبل ما ابدا نتكلم عن موضوع المصطلحات عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان خلينا نتخيل مع بعض كده لو انا عندي لو انا جراح في 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 اوضه عمليات ومعايا المساعدين بتوعي وبتكلم معاهم باللغه هم مش فاهمينها، يعني لو انا بطلب منهم تولز او بطلب منهم ادوات عايزها في العمليات الجراحيه وهم مش فاهمين مني مش قادرين يفهموا انا عايز ايه، تخيلوا ايه اللي ممكن يحصل جوه اوضه العمليات. نفس القصه التحكيم، التحكيم لو احنا ككرو مع بعض وكناس مسؤولين عن التحكيم جوه الملعب مش فاهمين بعض، ما عندناش كومن لانجوج او لغه واحده بنتكلم بيها كلنا، اعتقد هيبقى الموضوع بالنسبه لنا صعب جدا ان احنا نفهم بعض. عشان كده الاتحاد الدولي بدا يحط بعض الترمينولوجي عشان لما نتكلم فيها مع بعض نبقى فاهمين كويس جدا كل واحد فينا عايز يوصل للتاني ايه. الترمينولوجي دي اللي انا جبتها لكم النهارده، طبعا احنا عندنا ترمينولوجي كتير جدا في الاتحاد الدولي منزلها، ولكن انا اخترت الترمينولوجي او المصطلحات الخاصه بميكانيكيه التحكيم اللي هم تقريبا ال 11 او ال 10 ترمينولوجي اللي احنا هنتكلم فيهم. طيب بدايه في حاجه اسمها اي او تي Individual Officiating Technique. اي او تي ده هو ده الدوكيمنت اللي موجود فيه كل ما يخص التحكيم خلاف القانون. احنا كلنا عارفين ان التحكيم عباره عن رولز او رول بوك وانتربريتيشن او كتاب القانون وكتاب تفسيرات القانون. اعتقد ممكن بعض من الزملاء ما يعرفش ان في حاجه اسمها هوم ستادي، في حاجه اسمها اي او تي، في حاجه اسمها دوكيمنتس اخرى بتساعدنا احنا كحكام ان احنا نقدر نحكم بطريقه افضل غير الرول بوك والانتربريتيشن. فلازم نفهم ان في حاجه اسمها اي او تي انديفيديوال اوفيشيتنج تكنيكس. الدوكيمنت دي ان شاء الله انا هشيرها معاكم باذن الله عن طريق صفحه الاتحاد العربي، بحيث انها فعلا من الدوكيمنتس الهامه جدا اللي انا يهمني ان كل زمايلنا الحكام يطلعوا عليها ويقروها ويفهموا ايه اللي موجود فيها، هتساعدهم كتير جدا جدا جدا. طيب انا بعيد عن الدوكيمنت، انا كحكم في الملعب بدات انزل احكم، عندي حاجة اسمها obvious play. obvious play دي الحاجة اللي كل الناس شايفاها او الحدث اللي كل الناس شايفاه ولازم اصفر عليه. فدي اول نقطة واول مصطلح احنا هنتكلم عليه الـ obvious play. obvious play دي لعبة كل الناس شايفاها لازم حكم من الاثنين يصفرها. فلما اجي اتناقش مع زميلي في الملعب واقول له خلي بالك احنا كان لازم نصفر الصفارة دي لان هي obvious play او OP، فنقدر نفهم ان الاو بي او الاوفيس بلاي دي كانت فعلا حدث كان لازم كل انا او زميلي يصفر عليه او يشوفه كويس جدا. طيب من الاوفيس بلاي دي هيقول لنا هيودينا على حاجه اسمها برايمري كفرج. برايمري كفرج معناها ان انا سواء ليد او تريل عندي منطقه او اريا في الملعب، الاريا دي اي حاجه تحصل فيها هتبقى اوفيس بلاي بالنسبه لي. عشان كده سمينا حاجه اسمها برايمري كفرج. انا الاوفيس بلاي بالنسبه لي في الاريا دي اسمها البرايمري كفرج بتاعتي اللي هي الاريا اوف ريسبونسابيلتي اند اكشنز. الحكم هاز تو بي كفرد اول ذا تايم، ما ينفعش ان انا ما يحصل اوفيس بلاي في الحته دي وانا ما صفرهاش. طبعا السلايدز اللي بعد كده هتبين لنا ايه هي الاريا او البرايمري كفرج بتاعت كل حكم سواء ليد او تريل. طب هل في اريا تانية غير البرايمري كفرج؟ هل في برايمري كفرج ليا وبرايمري كفرج لزميلي احنا الاثنين نقدر نبص عليها؟ في حاجه اسمها دول كفرج. الدول كفرج دي معناها ان انا اقدر اشوف الاحداث في هذا المكان وزميلي يقدر يشوف الاحداث في هذا المكان بدون ما نؤثر على باقي منطقه اللعب. فدي بيسموها الدول كفرج اللي هي area of responsibility and actions totally freeze have overlapping في نفس الاريا ونفس اللعبه. يعني انا اقدر اشوفها وزميلي يقدر يشوفها، احنا الاثنين نقدر نصفر عليها، دي بنسميها الدول كفرج وهنبينها برضو بالرسم ان شاء الله في
آخر المحاضرة أو في السلايد الخاصة بالميكانيكس إن شاء الله بإذن الله. طيب يبقى إحنا كده اتكلمنا على IoT، اتكلمنا على Obvious Play، رحنا منها للبرايمري كفرج، ومن البرايمري كفرج بقى في حاجة اسمها دول كفرج. طيب بره البرايمري كفرج والدول كفرج لو حصل حاجة وزميلي ما صفرهاش، هل أنا ما أقدرش أصفرها؟ لا، ممكن أصفرها. عشان كده راحوا الفيبا عملت حاجة اسمها Extended Coverage. Extended Coverage دي الأريا خاصة في الهايست ليفل اوف افيشيتنج، يعني في المستويات العالية جدا من التحكيم، اللي كل صفارة بتؤثر على نتيجة المباراة ويجب ان احنا نصفر كل حاجة بتحصل في الملعب. فبالتالي الفيبا راحت عاملة قالت طيب في حاجة اسمها Extended Coverage، يعني انا عندي البرايمري بتاعتي ما حصلش فيها حاجة، عندي الدول كفرج ما حصلش فيه حاجة، عندي الاريا بتاعت زميلي بس انا ستيل اقدر اشوفها، زميلي ما صفرش انا اقدر اصفر، وساعتها بنسميها انا صفرت في الاكستندد كفرج. بس طبعا هنتكلم مع الوقت امتى صفر في الاكستندد كفرج وازاي اصفر في الاكستندد كفرج، لان فيري كريتيكال ان انت تصفر بره الاريا اوف ريسبونسابيلتي بتاعتك سواء برايمري او دول كفرج. بس لو احتجت ان انت تروح للاكستندد كفرج يبقى لازم في حاجات مهمة جدا لازم تبقى عارفها وتعملها كويس جدا، اللي هي رقم واحد هتبقى صفارة لازم تتصفر، اللي هي بترجعنا للأوبفيوس بلاي، هي very obvious play 200% صح، زميلي ما صفرهاش لازم انتظر اديله فرصة من الوقت يصفرها، ما صفرهاش ابدأ انا صفرها. فهنا بنسميها patient call او cadence whistle في الاكستندد كفرج. يعني ايه؟ يعني انا رحت الاكستندد كفرج اريا بره البرايمري والدول، بس عشان اروح لها لازم اكون متاكد 1000000% ان الكوره صح، فيري اوبفيوس بلاي، كوره واضحه جدا للناس كلها. رقم اثنين لازم ادي فرصه لزميلي، عشان كده بنسميها بيشنت كول، يعني صفاره محتاجه شويه صبر، اصبر عليها قبل ما اصفرها. زميلي ما صفرهاش ببدا اصفر. طيب لو انا عملت كده يبقى انا عملت ايه لزميلي؟ انا جيفنج هيلب، اديته هيلب. فيبقى في ترمينولوجي اسمه giving help، انا بدي help. طيب يبقى انا عندي الاي او تي، عندي الاوبفيوس بلاي، عندي البرايمري كفرج، عندي الدول كفرج، عندي الاكستندد كفرج، عندي giving help. لما اروح للاكستندد كفرج يبقى انا بجيفنج help لزميلي. طب انا عشان احكم واحكم كويس جدا لازم اعرف كونسبت مهم جدا اسمه ريفري ذا ديفنس، عشان اقدر اصفر صح لازم اقدر احكم على الليجاليتي بتاع الديفنس. الديفنس ده ليجل جاردن بوزيشن ولا مش ليجل جاردن بوزيشن، يعني واقف دفاع قانوني ولا مش واقف دفاع قانوني. هو ده الترمومتر بتاعي، هو ده الريفرنس بتاعي. لو الديفنس واقف دفاع قانوني يبقى هقدر احكم على الكوره دي هل هي فاول ولا مش فاول، بس ده مش معناه ان انا سايب الاوفنس او سايب الكوره، لا. يبقى انا باصص على الليجاليتي بتاعت الديفنس وفي نفس الوقت انا شايف الاوفنس والكوره، تمام؟ فده بنسميه ريفري ذا ديفنس، لان الديفنس هو اللي هيديك انديكيشن ايه اللي بيحصل. لو الديفنس واقف مظبوط وحصل كونتاكت يبقى الكونتاكت ده من المهاجم فيبقى اوفنسيف فاول. لو الديفنس ده واقف مش مظبوط وحصل كونتاكت يبقى الكونتاكت ده من المدافع يبقى ديفنسيف فاول. عشان كده في ترمينولوجي اسمه ريفري ذا ديفنس. طيب فاضل لي ثلاث حاجات مهمين جدا جدا جدا، يعني من العشرة ترمينولوجي اللي احنا عايزين نحفظهم. انا خلاص بصيت على الديفنس حصل كونتاكت يبقى هحكم. طب انا شفت الكونتاكت ولا ما شفتش الكونتاكت؟ لو انا شفت الكونتاكت يبقى انا في سيتويشن اسمه اوبن انجل، يبقى انا عندي زاويه مفتوحه اقدر اشوف بيها الكونتاكت مظبوط، يبقى انا في اوبن انجل او في كوركت بوزيشن يسمح لي ان انا اقدر اشوف الكونتاكت فصفر. فهنا سموا حاجه اسمها اوبن انجل، يبقى الحكم في الاوبن انجل. يبقى خلينا نتفق عشان تصفر مظبوط لازم تبقى عندك اوبن انجل، عكس الاوبن انجل كلوزد انجل. لو انت اتحركت غلط، لو اللعيبه اتحركت عملت لك بلوكج انت رحت للكلوزد انجل. طب عشان ارجع تاني للاوبن انجل عشان اصفر محتاج اعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها كروس ستيب. يبقى دول الثلاثه ترمينولوجي اللي احنا مهمين جدا جدا بالنسبه لنا في التحكيم لازم نعرفهم. اوبن انجل عشان اصفر مظبوط، طب لو حصل لي كلوزد انجل لازم اعمل كروس ستيب عشان اقدر ارجع تاني للاوبن انجل. طب ايه هي الكروس ستيب؟ الكروس ستيب الحركه العكسيه او حركه في عكس اتجاه اللعب عشان اروح للاوبن انجل او عشان ادور على سبيسز او ادور على كونتاكتس بتحصل عشان اقدر اصفر. يبقى لو رجعنا سريعا كده للترمينولوجي اللي احنا بنتكلم عليها،
اي او تي. من الاي او تي هعرف في حاجه اسمها اوفيوس بلاي. اوفيوس بلاي في برايمري كفرج، دول كفرج، اكستندد كفرج. بعدين عشان الاكستندد كفرج يبقى في حاجه اسمها جيفنج هيلب، في ريفريزا ديفنس، في اوبن انجل كلوز انجل وكروس ستيب عشان ارجع من الكلوز انجل للاوبن انجل. دي المصطلحات دي محتاجين نبقى مع الوقت نتكلم بيها عشان نقدر نحفظها كويس جدا ونقدر نعرف ال 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 نتخاطب مع بعض بطريقه بكومن لانجوج او بطريقه واحده نقدر كلنا نفهم. ده دي المصطلحات اللي انا كنت عايز كل الساده الزملاء يبقوا اوير بيها قبل ما نبدا المحاضره بتاعتنا ونبدا نستخدمها ان شاء الله فيما بعد. ندخل بعد كده على الكي برنسبلز. الكي برنسبلز دي يا جماعه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، ودي لو احنا هنمشي واحده واحده كده ونبدا نتناقش فيها ونشوف مدى اهميتها، لو احنا استوعبناها كويس جدا هنلاقي نفسنا بنحكم تحكيم سهل جدا وبسيط جدا، وكل حاجه بنشوفها هي بتجينا احنا ما بنروحش لحاجه. اول حاجه في الكي برنسبلز بتقول ايه؟ بتقول good decisions cannot be taken without good mechanics. يعني ايه؟ يعني القرارات الصحيحه لا يمكن ان تؤخذ بدون وجود ميكانيكيه تحكيميه مظبوطه. طب الجمله دي لوحدها كده مظبوط كلنا متفقين عليها اعتقد، لو سالنا كل الزملاء اللي موجودين معانا في المحاضره هل انا اقدر اخد ديسيشن مظبوط وانا واقف في مكان مش مظبوط، زي ما بيقولوا جود بوزيشن جود هولد، فكلنا هتكون اجابتنا ايه؟ لا لازم اكون واقف مظبوط عشان اقدر اخد ديسيشن مظبوط. بعض الناس هتقولي لا يا كوتش طب ما انا ممكن ابقى واقف غلط واصفر صح. هقول له طبعا بتحصل، بس دي هنسميها وهنتكلم فيها بعد كده مع بعض، هنسميها جيسنج كول. انا بجس ايه اللي حصل او بصفر من الاكسبيرينس بتاعتي او من خبرتي، وده احنا مش عايزين نروح له، احنا عايزين نروح للكول المظبوط اللي انت شايفه متاكد منه في مليون في الميه. دونت جس، كول وات يو سي، ده مبادئ اساسيه في التحكيم. تمام. طب نص الجمله الثانيه بيقول لك but just good mechanics don't mean successful efficiency. يعني ايه؟ ده بقى اجابه على السؤال اللي اتسال من شويه او اللي اي حد هيساله، اللي هو طب لو انا واقف صح ده معناه ان انا 100% هحكم صح؟ لا، ده مش معناه ان انت عندك تحكيم مظبوط، لان في بعض العناصر الاخرى اللي هي لازم تكون موجوده في التحكيم عشان تقدر تحكم مظبوط. الميكانكس عنصر من هذه العناصر. الميكانكس يا جماعه من الحاجات اللي بتساعدني عشان اصفر صح. انا مش بنزل اعمل ميكانيك صح عشان لازم اعمل ميكانيك صح، لا، الميكانكس او ميكانيكيه التحكيم دي تول او اداه بتساعدني جوه المباراه عشان احكم صح. في بعد كده الرولز اندرستاندينج، النولج، السكيلز، الاكسبيرينس، حاجات كتير جدا، وفاكتورز الفيتنس بتاعي، البرسوناليتي بتاعتي في الملعب، في فاكتورز كتير جدا بتاثر على ان انا يبقى عندي سكسسفول اوفيشيتي. واحد منهم الميكانكس طبعا. يبقى احنا قدرنا اول برنسبل او كي برنسبلز في هذا الموضوع هو good decisions can be taken without good mechanics but just good mechanics don't mean successful officiating. طيب تاني كونسبت حاجه اسمها look for gaps. look for gaps between players always search for the best position. ده هو ده من وجهه نظري زي ما بيقولوا ايه يعني هو ده الميجر كونتريبيوتر او هو ده الحاجه الاساسيه في الميكانكس. لازم طول ما انت في الملعب تدور على جابس بتوين بلايرز. طول ما انت مش شايف جابس يبقى انت واقف غلط. طول ما انت مش شايف بتوين بلايرز يبقى انت مش في بيست بوزيشن. فدايما وانت بتحكم تحط في دماغك انا لازم اشوف جابس، لازم اشوف فراغات ما بين اللعيبه، لازم اتحرك مظبوط عشان اقدر ابقى في بوزيشن مظبوط. وهنقدر نتكلم مع بعض ان شاء الله في الميكانكس البوزيشنز المظبوط بيتم ازاي، لان انا محتاج ان انا اتحرك، محتاج ان انا اعمل ادجستمنت، محتاج ان انا اعمل كروس ستيب زي ما احنا قلنا. هنشرح كل الكلام ده ان شاء الله في السلايدز اللي جايه. واحده من الحاجات المهمه جدا في الكي برنسبلز هي اولويز لوك فور ان او اي. او اي اللي هي اتفقنا الاوبن انجل تو ميك بيتر ديسيشن. يعني دايما دور على الاوبن انجل، دايما دور على الاوبن انجل عشان تقدر تبقى بيتر ديسيشن. وزي ما احنا قلنا لو انا رحت للكلوزد انجل بدور على بفكر على طول في الكروس ستيب اللي هي الحركه العكسيه عشان ارجع تاني للاوبن انجل.
في حاجه اسمها مهمه جدا اسمها call from static position. الكونسبت ده يا جماعه من الحاجات الحديثه في ميكانيكيه التحكيم، والاتحاد الدولي بي 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 يعني بيهتم بيها جدا 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 دلوقتي، وبيكررها كتير جدا في كل محاضراته، اللي هي call from static position. يعني ايه call from static position؟ الاتحاد الدولي بيعمل بعض الاحصائيات وبيعمل بعض الحاجات المهمه جدا، فلقى ان الحكم طول ما هو بيحكم وهو بيتحرك ده بيخلي زاويه الرؤيه عنده او الرؤيه عنده فيها باونسنج او فيها تردد. احنا ممكن نجربها مع نفسنا، لو انا بجري وببص على لو انا بجري وببص على حاجه ثابته هلاقي رؤيتي فيها ذبذبه او اهتزاز. طب لو الحاجه دي ثابته وانا فضلت ثابت هقدر اشوفها كتير جدا. طب العكس لو انا ثابت واللعيب بيجري تمام هقدر ابص واشوف كويس جدا، انما لو هو بيجري وانا بجري مش هقدر اشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. عشان كده في كونسبت مهم جدا جدا الاتحاد الدولي دايما بيتكلم عليه، هو call from static position. يعني ايه call from static position؟ يعني انا بموف عشان اشوف، بعد ما بموف بحصل بعمل ستوب، بعد ما بعمل ستوب بأوبزرف بشوف ايه اللي بيحصل زين بيصل. دي المراحل اللي لازم يمر بيها الحكم او يمر بيها اي decision الحكم بياخده. الحكم عشان ياخد ديسيشن بياخد ديسيشن في جزء من الثانيه، فلازم يمرن نفسه على ان هو يتحرك ستوب يوبزرف يديسايد. دول الاربع مراحل اللي لازم الحكم يمر بيهم، وده لازم تمرن نفسك عليهم حتى في الملعب. تجري تقف تبص اللي بيحصل ايه تقدر تتحرك، انما احنا في زمان كنا بنجري وبنصفر واحنا بنجري، فبالتالي القرار ممكن يطلع بنسبه كبيره مش مظبوط. فدي يا جماعه من الكي برنسبلز المهمه جدا لازم نحطها في دماغنا، ولازم نتدرب عليها منتلي ونتدرب عليها في الملعب فيزيكلي. طيب واحده من البرنسبلز المهمه جدا برضو، ودي من الحاجات اللي بتحصل كتير جدا، موف اونلي اف هافينج ا كلوز انجل اوف ذا بلاي. يعني او ما تتحركش طالما انت ما انتش عايز، مش ما فيش داعي للحركه. يعني دول الحاجتين اللي هم مهمين قوي، اللي هو بتحرك فقط لما ابقى وصلت للكلوزد انجل، انا مش شايف اي جابس زي ما احنا قلنا فوق لوك فور جابس، زي ما احنا قلنا هنا لوك فور جابس بين بلايرز. طب انا مش شايف الجابس دي، لازم اعمل ايه؟ موف اونلي اف هافينج كلوزد انجل اوف ذا بلاي. لو ما فيش جابس يبقى في كلوزد انجل، يبقى لازم اتحرك عشان اقدر ارجع للاوبن انجل، يبقى لازم اعمل كروس ستيب. ماشي يا شباب؟ طيب التيم وورك اريا اوف ريسبونسابيلتي من الحاجات المهمه قوي 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 قوي، ان كل واحد كل حكم يلتزم بالاريا اوف ريسبونسابيلتي بتاعته. عشان كده لما اتكلمنا على الاكستندد كفرج في الاول قلنا الاكستندد كفرج هتتطلب ممكن اصفر باوت اوف ماي اريا اوف ريسبونسابيلتي او بره حدود الاريا بتاعتي، ولكن ده يتطلب مني ان انا اعمل كذا حاجه. ان انا اولا اكون متاكد مليون في الميه ان الكوره صح، اوفيس بلاي. رقم اثنين لازم ادي فرصه لزميلي انه يصفر، بيشنت كول. رقم ثلاثه باخد الديسيشن. تمام؟ دونت كول وات يو كان نوت سي، نو جيسنج كول. جيسنج كول جريمه في التحكيم، جريمه حتى لو كانت صح. جيسنج كول معناها انك بتصفر وانت مش متاكد من الصفاره بتاعتك، وده كلام اعتقد يعني بيفقدنا مصداقيه عند اللعيبه والمدربين وهكذا، وبنسبه كبيره جدا قراراتك بتطلع مش مظبوطه. كونستنت بوكسنج ان ذا بلاير، يعني دايما حافظ ان اللعيبه بوكسنج بلايرز بتوين تو ريفريز، يعني الحكمين الليد والتريل لازم يعملوا بوكسنج على اللعيبه، اللعيبه كلها تبقى جوان عشان يبقوا انت شايف الست لاعبين اللي موجودين داخل الملعب انا وزميلي. تمام. اخر حاجه يوز كلير فويس. دايما بنتكلم مع الحكام خاصه الحكام اللي هم الصاعدين الصغيرين عشان نبدا نخلي الموضوع ده هابت جواهم، لان برضو مع مرور الوقت انت صعب جدا تغير الحكم، صعب جدا يغير العادات اللي هو اتعود عليها الا بالتدريب. لازم يدرب نفسه ويعود نفسه ان هو يعمل الحاجات الجديده زي السيجنال، زي منها الكلير فويس. فمهم قوي ان الحكم من وهو صغير طالع يبقى عارف ان مهم جدا 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 ان انت تستخدم صوتك وانت بتحكم، خاصه في ال 3 اكس 3. ليه؟
لان 3 اكس 3 انا ما بديش رقم للعيب، ما بقولش بقول اللعيب رقم 15 عمل فاول، اللعيب رقم 10 عمل فاول، لا انا بقول فاول، فلازم اقول استخدم صوتي وبصوت عالي عشان يبقى فيه بيتر كوميونيكيشن ما بيني وما بين الطاوله، ده رقم واحد، في كوميونيكيشن او تواصل جيد ما بيني وما بين الطاوله. رقم اثنين بيديني سيلف كونفيدنس عالي جدا، يعني ثقه في النفس قويه جدا، وبيديني وبيدي ثقه للعيبه في القرار اللي انا خدته. لما اقول فاول وايت فايف بلوكينج اللعيبه خلاص بقت متاكده ان انت متاكد ان انت شايف ان في بلوك، شايف ان في فاول على خمسه ابيض، شايف كويس جدا، فبالتالي مش هيبقى في اعتراضات، وده بيديك ثقه كبيره في النفس. تمام؟ ف use clear voice، نصيحتي لكل زمايلي الحكام لازم يبدا يدرب نفسه عليها، لان هتاخد منك وقت طويل جدا، ممكن تاخد فتره طويله منك عشان تبدا، مش ماتش ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، اكتر من كده، عشان تبدا تبقى خلاص خدت ان انت بتتكلم وانت بتحكم وكل الناس بقى في ثقه وانت بتحكم. طيب حاجه ثانيه من الكي برنسبلز انا قسمتها لحاجه اسمها 3 ويرز وير وي شود نو. ايه الثلاث حاجات اللي احنا لازم نعرفهم؟ 3 وير وي شود نو، لازم نعرفهم واحنا بنحكم عشان نحكم كويس جدا، وده ليها علاقه بالميكانكس طبعا. ايه هي الوير وي شود نوز؟ ال 3 وير وي شود نو، اول حاجه عشان اقدر احكم مظبوط لازم ابقى شايف فين الكوره، وين ذا كوره، سواء الكوره في الاريا اوف ريسبونسابيلتي بتاعتي او مش في الاريا اوف ريسبونسابيلتي بتاعتي. يبقى وير ذا بول من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. طيب ايه تاني حاجه؟ خلينا نفكر مع بعض. وير ذا بارتنر؟ فين زميلي؟ ماي بارتنر، الحكم التاني اللي معايا فين؟ واقف فين؟ طب واقف فين بس؟ لا، واقف فين وباصص لايه؟ What is your partner looking at and doing؟ يبقى هو انا زميلي واقف هنا بس باصص فين؟ باصص في الزون ولا باصص بره؟ هل هو طب بيعمل ايه؟ الثلاث حاجات دول لو انا قدرت اعرفهم واشوفهم كويس جدا خلاص الموضوع بالنسبه لي هيبقى سهل ان انا احكم، لان مش يا اما هروح للاكستندد اريا ولا كفرج ولا مش هروح، يا اما هقدر اسفر في الدول كفرج ولا مش هقدر اسفر في الدول كفرج، هبقى باصص كويس جدا في الاريا اوف ريسبونسابيلتي بتاعتي كويس جدا وانا بحكم. يبقى دول الثري وير وي شود نو في الملعب عشان اقدر اسفر كويس جدا. لازم ابقى عارف الكوره فين، لازم ابقى عارف زميلي فين، لازم ابقى عارف زميلي باصص لفين، فين وبيعمل ايه. طيب كده خلصنا الكي برنسبلز، كده اتكلمنا على الترمينولوجي، اتكلمنا على الكي برنسبلز، اتكلمنا على الثري وير وي شود نو عشان اقدر احكم كويس جدا في الملعب. فاضل لي حاجه واحده قبل ما ندخل على الميكانكس، هي المين ميستيكس. ليه انا حطيت السلايد دي المين ميستيكس؟ لان احنا دايما اللي بيعمل خطا وبيتعلمه كويس ما بيكررهوش تاني، فلازم نعرف احنا كحكام ايه هي المين ميستيكس بتاعتنا وانا حكم ليد، ايه هي المين ميستيكس اللي انا بعملها وانا حكم تريل، عشان لما انزل ابدا اشتغل على الميستيكس دي فما اعملهاش، فيبقى احسن ادائي في الملعب. ونصيحتي لكل زملائي الحكام، ما ينفعش تشتغل على 3 4 5 مين ميستيكس في نفس الجيم، صعب جدا. يعني انا بعمل ايه مثلا؟ لو انا عندي ميستيك، هنقدر هنجو ثرو الميستيكس اللي انا هقولها لكم دلوقتي. لو انا عندي واحده فيهم في الميستيكس دي مثلا وانا ليد ببص فوق الحلقه، يبقى لازم انزل المباراه الجايه واقول انا هفضل اشتغل على ان انا ما ابصش فوق الحلقه لغايه ما اعالج الميستيك دي، خلاص خلصتها وما بقتش اعملها اروح داخل على واحده ثانيه. فممكن اخد واحده او اثنين، حاجه او اثنين اقدر اشتغل عليهم طول الجيم عشان اقدر اعمل لهم امبروفمنت. ماشي؟ طب خلينا نشوف ايه هي الحاجات دي، ايه هي الميستيكس اللي احنا بنعملها عشان نقدر مع بعض ندرب نفسنا ان احنا ما نعملهاش. اول حاجه بالنسبه للليد الانسيسري موفمنت، وهوريكم بعض الفيديوهات في اخر المحاضره ان شاء الله. الليد بيتحرك كتير جدا وبيتحرك لغايه اخر الاند لاين، which is not required ان هو يعمل الكلام ده.
فدي بنسميها unnecessary movement، يعني حركة غير ضرورية، أنا مش ضروري إن أنا أتحرك الحركة دي كلها، فدي بنسميها ال unnecessary movement. دي من المستيكس اللي الليد بيعملها. طول ما أنا واقف، طول ما أنا شايف، طول ما أنا في أوبن أنجل، طول ما أنا واقف زاوية 45، وهوريكم دلوقتي بعد كده إن شاء الله يعني إزاي نقف، خلاص مش محتاج أتحرك. بدأت يحصل لي بلوكج، بدأ أروح للكلوزد أنجل، هبدأ أعمل حاجة اسمها أدجستمنت، بأدجست بس البوزيشن بتاعي عشان أقدر أشوف. طب انا عملت ادجستمنت لقيت نفسي لسه مش شايف، فبعمل موفمنت بتحرك. ادجستمنت ممكن تبقى خطوه، نص خطوه، خطوتين. موفمنت اكتر من كده، بتحرك بغير مكاني عشان اقدر اشوف. طب ايه تاني مستيك بيعملها الليب؟ بيعمل واتشنج اوفر رينج ليفل. كلنا بنبقى عايزين نشوف الكوره دخلت باسكت ولا ما دخلتش باسكت، هل في فاول فوق واللعيب اكتف شوتنج وطالع على الباسكت ولا لا وانا ليب. ودي من الحاجات المستيكس اللي بسميها مش مين مستيكس، انا من وجهه نظري دي فيتال ميستيكس، يعني اخطاء قاتله. ليه؟ لان انا عندي دور تاني لازم اعمله اثناء الاكت اوف شوتينج، او اثناء لو لعيب بيشوط، او اثناء لو في ريباوند. انا كليد ريفري عندي شغل كبير جدا جوه منطقه الزون، لان لو تخلينا نتخيل مع بعض كوره اتشاطت من بره، من بره الزون، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل يا اما بوكسنج اوت من الديفنس عشان ياخد ريباوند، او فايتنج فور بوزيشن من الاوفنس عشان ياخد الكوره. يعني الاوفنس هيحاول يفايت مع الديفنس انه ياخد بوزيشن عشان ياخد الكوره، الديفنس هيحاول يعمل بوكسنج اوت عشان يطلع الاوفنس بره عشان يعمل ريباوند. الفايتنج فور بوزيشن او البوكسنج اوت، الاثنين دول بيحصل نتيجه من الكلام ده، بيحصل ايه؟ بيحصل كونتاكت. لازم ابقى شايف كويس جدا الكونتاكت ده، مين الانيشيتور، مين سبب الكونتاكت، مين اللي عمل كرييشن الكونتاكت ده، عشان اقدر اصفر اوفنسيف فاول او ديفنسيف فاول. لو انا باصص فوق الليفل بتاع الرينج لا يمكن اشوف كل اللي بيحصل تحت. عشان كده قال لك الليد ما ينفعش يبص فوق الرينج ليفل، لازم يبص تحت مستوى نظره، يبقى شايف ايه اللي بيحصل، كل الفايتنج اللي بيحصل في الزون عشان خاطر الريباوند، بيبقى شايفه ويقدر يصفر عليه. تمام؟ طيب تاني حاجه عكس الانسيسري موفمنت ايه؟ الاستاتيك. انا فاضل واقف في مكاني، open angle closed angle، مش شايف او شايف، ما بتحركش. ودي من الميستيكس اللي بيعملها الليد، ان هو يفضل ثابت واقف في مكانه، وده مش مظبوط. احنا قلنا لا unnecessary movement ولا static، الاثنين دول من الميستيكس اللي احنا ما نحبش نعملها. طيب make calls with no view، guessing call سواء ليد او تريل. طبعا عايزين نتدرب نفسنا ان احنا ما نصفرش طالما احنا مش شايفين. حتى القانون الداني اداني السماحيه ان انا اخد قرارات انا مش شايفها. يعني مثلا لو اتنين انا مش شايف مين طلع كوره اوتسايد، خلاص بدي جنبه. القانون سمح لي بكده، يعني سمح لي ان انا ما اعملش جيسنج كول، سمح لي ان انا ادي جامب بول لو انا مش شايف مظبوط. خلاص يبقى دونت كيس جيسنج، دونت جيس يعني، وادي جامب بول لو انت مش شايف، خد هيلب من زميلك. عندنا في ترمينولوجي اسمها جيفنج هيلب، وهكذا. ما ينفعش ابقى تو كلوز للبلاي. طول ما انا تو كلوز لاي حاجه، والحاجات دي خلي بالكم يا جماعه في حياتنا العاديه، لو انت قريب جدا من اي حاجه انت مش هتشوفها كويس. طول ما في سبيس يعني اوبتيمم سبيس او اوبتيمم ديستانس ما بينك وما بين الحاجه، هتقدر تتفرج كويس وتقدر تشوف الحاجه كويس جدا، وتقدر تاخد قرار مظبوط. فدونت بي تو كلوز للبلاي عشان تقدر تسفر. وعندنا حالات كتير جدا، بالذات حالات الترافلنج اللي تحت الباسكت. الترافلنج اللي تحت الباسكت ليه دايما الليد ما بيشوفهاش؟ لانه بيبقى مقرب جدا، عشان كده التريل هو اللي بيصفره. انما لو الليد واقف في مسافه مناسبه ما بينه وما بين اللاعب، هيقدر يصفر ويشوف اللي بيحصل، خاصه بتبان جدا في ترافلنج فيوليشن اللي هي مخالفه المشي بالكره. كوميونيكيشن وستيبل اوفيشال. هنشوف في السلايد الجايه الليد ريفري بيبقى واقف فين من طاوله التسجيل. هنلاقي ان هو واقف نفس اتجاه طاوله التسجيل، فبيبقى في صعوبه شويه في الكوميونيكيشن. فلازم يبقى في فيربال كوميونيكيشن، كلير فويس، لازم ابقى باصص للطاوله وانا بكوميونيكيت معاه. فلازم ابقى حريص جدا ان انا بعمل كوميونيكيشن كويسه ما بيني وما بين الطاوله، عشان خاطر انا واقف في نفس خط الطاوله. انما التريل بيبقى سهل شويه، لان هو بيبقى مواجه للطاوله، فشايف كويس الحكام وهم شايفينه بتوع الطاوله. فواحده من الميستيكس اللي بيعملها الليد ان هو
مش بيكوميونيكيت بطريقه كويسه مع الطاوله، ما بيستخدمش هيس كلير فويس مع اثناء الكوميونيكيشن، فدي ممكن تؤدي الى حدوث بعض الاخطاء. طيب نيجي نروح كفايه كده ليد بقى، نروح للتريل. التريل هنلاقي الجيسنج كول، دي حاجه مشتركه زي ما احنا قلنا ما بينه وما بين الليد. طيب بي اندر ايفالويت ذا ديتيلز، يعني ايه اندر ايفالويت ذا ديتيلز؟ يعني التريل عنده مسؤوليات كتير جدا وهنشوفها مع بعض فيما بعد ان شاء الله في السلايدز اللي جايه، منها ان هو بيكونترول ساعه زمن الهجمه، بيكونترول ساعه المباراه، فلازم ما يعملش، يبقى مركز دايما طول المباراه، يبقى شايف جدا مركز في كل الديتيلز اللي بتحصل عشان يقدر يقوم بمهامه. برضو الاستاتيك كيب ستاندنج، الاستاتيك من الحاجات المين ميستيك سواء في الليد او في التريل. لاك اوف كونسنتريشن عشان عنده مهام كتير. شوت كلوك فيوليشن زي ما احنا قلنا، ساعه زمن المباراه، ساعه زمن الهجمه لازم يبقى مركز فيها كويس جدا. دي حاجات من المين ميستيكس اللي بيعملها التريل. سريعا نقول ان احنا اتكلمنا على ترمينولوجي، مصطلحات، اتكلمنا على كي برينسيبلز، اتكلمنا على 3 ويرز وي شود نو، اتكلمنا على المين ميستيكس. فاضل لنا حاجتين مهمين في المحاضره بتاعتنا، الميكانكس بقى ازاي نقف في الملعب وازاي نتحرك في الملعب، وبعض الفيديوهات اللي احنا هتوضح لنا اكتر موضوع الميكانكس وثبت الميكانكس في دماغنا. بس قبل ما اروح للحاجتين دول خلونا نتفرج على فيديو مع بعض ونرجع للميكانكس.
تمام. طبعا كلنا شفنا الفيديو، يعني مش اعتقد مش محتاجين نتكلم عنه كتير. كل اللي انا عايز اقوله ان احنا شفنا الاربعه اللي كانوا موجودين مع بعض، طول ما كان كل واحد فيهم بيتحرك الحركه اللي تسمح للتاني ان هو ما يبقاش موجود تحت واثناء ما التور بيعدي، فالموضوع كلهم الاربعه كانوا تمام وزي الفل. ده بيطلع في توقيت مناسب، ده بينزل في توقيت مناسب، الأربعة بيتحركوا حركات متفقين عليها. طول ما هم الأربعة كانوا بيتحركوا حركات مظبوطة، هم الأربعة كانوا سيف، ما كانش في أي مشاكل بالنسبة لهم خالص. مجرد ما واحد فيهم بدأ يعني يتحرك بطريقة مش مظبوطة، أثر على الباقي وبدأ يأثر على نفسه الأول، وبعدين تأثيره على نفسه بدأ يبان على الآخرين وهكذا، واللي إحنا شفناه في الفيديو. اللي إحنا عايزين نتعلمه من الفيديو ده هو الميكانكس كده بالظبط. الميكانكس طول ما إحنا الاتنين بنتحرك مظبوط، بنصفر في الاريا اوف ريسبونسابيلتي بتاعتنا سواء برايمري او دول كفرج، خلاص الجيم ماشي كويس جدا جدا، اللعيبه مبسوطه، الجماهير مبسوطين، بنصفر كويس جدا، كل حاجه شايفينها مظبوطه. وانس ان حد فينا بدا يتحرك بطريقه مش مظبوطه، حد فينا بدا يصفر بره الاريا اوف ريسبونسابيلتي بتاعته، حد فينا ما بيصفرش جوه الاريا اوف ريسبونسابيلتي بتاعته وهكذا، فهيضطر زميله يروح رايح للاكستندد كفرج وان سو اون، الدنيا تبدا تتلخبط زي ما احنا شفنا في الفيديو، والموضوع مش هيبقى ظريف. نرجع للبرزنتيشن بتاعتنا تاني. اتمنى يكون الفيديو ده يعني قدرته يعني الحمد لله الدنيا تبقى باينه فيه كويس، وقدرنا نوصل اللي احنا عايزين نقوله. طيب نرجع للبرزنتيشن تاني. اسمحوا لي ايه،
تمام كده، فاضل لنا جزئين زي ما اتفقنا. الجزء الاولاني ميكانيكس، بقى ميكانيكيه التحكيم، الليد يقف فين، التريل يقف فين، الليد يعمل ايه، التريل يعمل ايه، الليد يبص ازاي، التريل يبص ازاي، الليد يتحرك ازاي، التريل يتحرك ازاي. وهنشوف شويه فيديوهات تاكد الكلام ده، ونبقى احنا كده خلصنا. بس الجزء ده مهم جدا اولا في التحكيم بتاع 3x3، ولو تلاحظوا انا دايما بتلاقوني بقول 3x3 ان هو ده الاسم المظبوط بالنسبه لل 3 اون 3 دلوقتي. ما بقاش في حاجه اسمها 3 اون 3 ولا 3 باي 3 ولا 3 اي، هي اسمها 3x3. الاتحاد الدولي حب ان هو يعني يخلي يوحد المصطلحات على مستوى العالم. في ناس بتقول 3 اون 3، في ناس بتقول 3 في 3، في ناس بتقول بعض المصطلحات الاخرى، فقال لك لا احنا هنوحد نبقى كلنا 3 اكس 3. عشان كده تلاقيني بتكلم على طول دايما بقول 3 اكس 3. في ال 3 اكس 3 عندي السكور تيبل هنا موجود هنا، قصاد السكور تيبل على طول الحكم التريل. يبقى لو السكور تيبل على الجنب الشمال، الحكم التريل يبقى على الجنب اليمين مواجه مباشره للسكور تيبل. طيب الليد يبقى فين؟ الليد زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا ان هو هيبقى واقف فين؟ مقابل للسكور تيبل، مش مقابل في نفس جهه السكور تيبل. عشان كده اتكلمنا، لما اتكلمنا على الكوميونيكيشن، لازم يبقى فيه كوميونيكيشن كويسه لان هو في نفس الاتجاه. هنا مفيش، في سبيس وفي فراغ ما بين السكور تيبل وما بين التريل، يقدر يبص كويس يعمل كوميونيكيشن مظبوطه. هنا لا مفيش، فبالتالي محتاجين يبقى في بروبر كوميونيكيشن. دي اول حاجه، ده السيت اب بتاع الملعب. سكورر تيبل هنا، سبستيوت هنا، ده التريل، ده الليد. طيب واحنا بنتكلم على الترمينولوجي قلنا ان في حاجه اسمها برايمري كفرج ودول كفرج، صح؟ البرايمري كفرج هقسم الملعب او الزون دي لنصين، نص ناحيه الليد ونص ناحيه التريل. من النص ناحيه الليد لغايه السايد لاين بالشكل ده، ده البرايمري كفرج بتاع الليد اللي هو اللون الازرق ده. ده البرايمري كفرج بتاع الليد. طب اللون الاخضر ده البرايمري كفرج بتاع التريل. تمام؟ طيب في حاجه اسمها دول كفرج. الدول كفرج ده اللي هو الريد لو اند اوبن انجل وفي الليد، والريد هاي بالنسبه للتريل. اللي هو الاحمر ده، ده الدول كفرج ما بين الليد وما بين التريل، والاحمر ده، ده الدول كفرج ما بين الايه؟ التريل وما بين الليد. يعني ده الجزء اللي خاص بالليد اللي هو الازرق، والاحمر ده والاحمر ده، ده دول كفرج. تمام؟ والاخضر ده كله البرايمري كفرج بتاع التريل. ماشي يا جماعه؟ عشان بس ايه؟ الموضوع مهم قوي ان انت تبقى عارف الاريا اوف ريسبونسابيلتي بتاعتك او البرايمري. معلش هو واضح ان في حاجه في الشاشه، خليني اعمل ستوب شير و نعمل شير تاني. تمام اعتقد كده الظاهره كده. تمام اوكي. طيب ما اسمحوا لي ان انا اعيد تاني نفس الكلام اللي انا قلته، لان واضح ان البرزنتيشن ما كانتش ظاهره للزملاء. احنا في حاجه اسمها كورت سيت اب او السيت اب بتاع الملعب. سيت اب الملعب يعني طاوله التسجيل بتبقى فين، البدلاء بيبقوا قاعدين فين، الليد بيبقى فين، التريل بيبقى فين. هنا لو بصينا هنلاقي ال، هقول لكم ال، ثانية واحدة. تمام ادي الطاولة هنا، اهي طاولة التسجيل. لو طاولة التسجيل هنا يبقى لازم التريل في الجهة المقابلة لطاولة التسجيل، والليد في نفس الخط بتاع الايه؟ بتاع طاولة التسجيل. تمام؟ طيب لو
التريل هنا والليد هنا والطاولة هنا، البدلاء بيبقوا قدام الطاولة على طول، واحد من كل فريق زي ما احنا شايفين كده. الاريا البرايمري اريا اوف ريسبونسابيلتي بالنسبة للليد والبرايمري اريا اوف ريسبونسابيلتي او بالنسبة للتريل، احنا قلنا طبعا في الترمينولوجي ان في حاجة اسمها primary area of responsibility وفي حاجه اسمها الدول كفرج. بالنسبه للليد، بالنسبه للليد كل الجزء الازرق ده primary area of responsibility بتاع الليد، كل الجزء الاخضر ده primary area of responsibility بتاع التريل. طب اللون الاحمر ده الدول كفرج ما بين الليد وما بين التريل. تمام، موضوع سهل جدا. انت عشان تتخيله كويس لازم تقسم الزون منطقة المنطقة الحرة دي نصين، نص يمين ونص شمال. النص الشمال مع الجزء الأحمر المثلث الأحمر ده الدول كفرج، النص اليمين مع الجزء الأزرق ده برايمري اريا اوف ريسبونسابيلتي بتاع الليد، باقي الملعب هو البرايمري كفرج بتاع التريل. ماشي يا جماعة؟ طيب نيجي للسلايد اللي بعد كده. التريل يقف فين ويعمل ايه؟ وبعد كده هنتكلم على الليد يقف فين ويعمل ايه. التريل لازم يكون يستي انسايد ذا كورت، لازم يبقى جوه الملعب، لازم يبقى جوه الملعب ما عدا حالتين فقط لا غير، لو الكوره قريبه جدا من السايد لاين ده او لو الكوره قريبه جدا من الاند لاين ده، التريل يقدر يطلع بره شويه عشان يقدر يشوف كويس جدا. خلاف ذلك لازم يكون متواجد جوه الملعب. طب الليد يقف فين؟ الليد لازم يقف بره الملعب، ده عكس التريل على طول. طب التريل بيعمل ايه تاني؟ لازم يبقى واقف زاويه 45 درجه بيبوزيشن ات ذا اوبزيت سايد اوف ذا سكورر تيبل، في زاويه 45 درجه في اوبن انجل عشان يقدر يشوف هنا ويقدر يشوف هنا. ايه تاني من مسؤوليات التريل؟ انه بيكنترول الجيم كلوك وبيكنترول الشوت كلوك او زمن الهجمه، وساعد زمن الهجمه وساعد المباراه، وبيسيجنال كمان ال1 بوينت وال2 بوينتس. يعني لعيب شاط 1 بوينت جوه قوس الرميتين بيحسبها بواحده، شاط بره قوس الرميتين بيحسبها باثنين. ماشي يا جماعه؟ ده بالنسبه للتريل. طيب بالنسبه للليد، الليد لازم يقف بره الملعب، لازم يقف بره الملعب، وهوريكم فيديو في الاخر بيبين الليد واقف جوه الملعب. لازم يبقى مواجه للعب بزاويه 45 درجه، لان الزاويه 45 درجه دي هي الزاوية اللي بالدراسات اثبتت ان هي بتشوف اكبر مساحة ممكنة في الملعب. يعني زي ما احنا شايفين الليد واقف اهو، شايف اكبر مساحة مغطي تقريبا كل البرايمري اريا اوف ريسبونسابيلتي او البرايمري كفرج بتاعته. تمام؟ بيكنترول الجيم كلوك، بيكنترول الايه؟ الجيم كلوك. طيب هديكوا بعض السيتويشنز كده، بعض السيتويشنز اللي هي او اللي بتحصل في الملعب، ونقدر نفكر مع بعض الليد او التريل المفروض يعمل ايه. تمام؟ طيب لو اللعب هنا كده زي ما احنا شايفين، الكوره عند الهاي بوست هنا ومفيش معاه غير لعيب واحد، وفي لعيب هنا لوحده، وفي هنا ماتش اب هنا، وفي ماتش اب هنا. تمام؟ طب التريل يا جماعه كان مكانه هنا، طب هيفضل واقف هنا يعمل ايه؟ لازم يضغط الملعب شويه عشان يقدر يساعد الليد، لان طبيعي ان اللعيب ده هيروح يعمل ديفنس هنا، طبيعي ان اللعيب ده هيحاول يدخل يعمل اوفنس ريباوند، اللعيب ده هيحاول يدخل يعمل اوفنس ريباوند وهكذا. فلازم اقرب شويه من الليد عشان اقدر اشوف كويس جدا ايه اللي بيحصل. طيب اللعب بدا يرجع تاني ورا، الكوره طلعت ورا، يبقى التريل هيرجع تاني عشان يقدر يعمل لنفسه اوبن انجل ويشوف ايه اللي بيحصل. تمام؟ طب الكره نزلت في الاند لاين هنا. تمام؟ الكره لو نزلت في الاند لاين هنا، التريل هيبدا ياخد 1 اور 2 ستيبس شمال او قريب شويه من الكوره عشان يقدر يعرف يشوف ويحكم ويشوف يدور على الجابس هنا ويقدر يبص عليه عشان يشوف ايه اللي بيحصل. في نفس الوقت هو في الفيجن بتاعه شايف الاثنين لعيبه دول، الاثنين لعيبه دول معاهم الليد هنا. تمام؟ طيب الكرة راحت ناحية الليد،
لو الكره ناحيه راحت ناحيه الليد المفروض يحصل التريل عنده شغل بيعمله اللي هو يساعد الليد، فبالتالي هو هيضغط سنه عشان يبقى شايف الاثنين لعيبه دول، وفي نفس الوقت شايف الاثنين لعيبه دول مجرد ما يدخلوا للدول كفرج هنا يقدر يعني مجرد ما يعدوا الخط ده راحوا للنقطه الاريا الحمراء زي لو احنا فاكرين اللي هي الدول كفرج، فيقدر التريل يساعد الليد لان الليد مشغول هنا بايه؟ مشغول بالكوره والاثنين لعيبه اللي هنا. طيب الكوره حصل في بنتريشن من هنا، يعني الكوره كانت هنا حصل في بنتريشن للكوره بقت تحت الباسكت، الليد هيبدا يغير اتجاهه شويه ناحيه الباسكت، والتريل هيعمل حاجه اسمها كروس ستيب اللي احنا قلنا عليها. الكوره مشيت كده في الاتجاه ده، التريل عمل كروس ستيب في الاتجاه العكسي عشان يقدر يشوف ايه؟ يشوف الاثنين لعيبه دول ويشوف الجابس اللي موجود عند الاثنين لعيبه دول. ماشي يا شباب؟ وده الموضوع ببساطه شديده جدا بالنسبه للميكانكس. لو احنا حطينا في دماغنا الكونسبت بتاعت سيرش فور جابس او لوك ات جابس سيرش بوزيشن، هلاقي نفسي بتحرك اوتوماتيك من غير ما اعمل ايه. ليه؟ لان طول ما انا مش شايف، لو التريل واقف هنا مش شايف، خلاص عمل كروس ستيب هنا بقى شايف دول وشايف دول، الليد شايف كويس جدا، فبقينا احنا الاثنين 1 2 3 4 5 6 6 لعيبه بوكسنج جوه، احنا عاملين بوكسنج على الست لعيبه، وده واحد من الكونسبتس اللي احنا اتكلمنا عليهم. كده احنا خلصنا الميكانكس، تعالوا نشوف بقى الفيديوهات اللي احنا اللي انا محضرها لكم عشان نثبت الموضوع في دماغنا اكتر. ده اول فيديو احنا هنتكلم عنه. انا بس عايز اتاكد ان الفيديو باين تمام بالنسبه لكم. الفيديو مش تمام، مش باين. طيب خليني ستوب شير، نعمل تاني شير سكرين. يا ترى كده الفيديو تمام ولا كلنا كده شايفين الفيديو؟ هيبان دلوقتي. واضح ان الفيديو لسه مش باين، فخلينا نعمل شير تاني. ستوب شيرنج شير. كده ان شاء الله الفيديو يكون متشاف لينا كلنا. الفيديو كده تمام ولا ايه الاخبار؟
معلش هو ايه، واضح ان من الفيديو احنا نحاول نعمل شير تاني. ويندو ابلكيشن بوكس معاك شير. نشوف كده عشان اهو سكرين ستوب شيرنج باوربوينت از فيجوال ميوزك اور كمبيوتر ساوند. لا Bitch bullet to the hole. يا ترى انتوا شايفين الصورة كده؟ طيب طيب كده الفيديو اعتقد بان. لو فتحنا الفيديو كده كده اعتقد باين لكم الفيديو ده، الفيديو الاولاني اللي احنا عايزين نتكلم عنه. وده فيديو مهم جدا جدا في كذا حاجه في نفس الوقت. اولا في حاجات كويسه، في حاجات محتاجه انها تتحسن. خلينا نتفرج على الفيديو وبعدين نتكلم مع بعض على الفيديو. Bullet to the hole to make it 8-4 in favor of Novi Sad Al-Wakda. And in stark contrast to their game in Pool A, which Novi Sad Al-Wakda won. In foul. In a hard fought. Foul. Foul. كل دي فاولات. لو رجعنا بس فريم بس لورا، لو رجعنا فريم لورا هنلاقي ان تاني. معلش هلاقي نروح للكوم بريشن هاي الأرض. الكورة هنا مع فريد فاول، ايده اهو بتحجز اللعيب، ايده الشمال فاول الشمال مسكت التيشيرت. كل ده الحكم مش شايف لان الحكم ما اتحركش. فاول كمان، فاول كمان، حكم لسه ما اتحركش، فاول كمان ما اتحركش. في حاجتين هنا مهمين جدا. اولا الحكم التريل كان لازم يعمل كروس ستيب، اللعب مش في اتجاه الباسكت، لازم الحكم التريل يعمل كروس ستيب عشان يقدر يسيرش فور جابس او يبص على الجابس بتوين بلايرز. كل الفاولات دي اللي حصلت الحكم الليد لسه ما صفرش. لو احنا هنركز هنا الصفاره طلعت، فالحكم الليد هنا عمل حاجه كويسه جدا، هو عمل كروس كول او صفاره في الاكستندد كفرج بتاع في الاريا اللي اسمها اكستندد كفرج. ولكن عمل حاجه كويسه جدا 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 كمان برضو، ان هو عمل حاجه اسمها بيشنت كول. هو فضل مستني 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 زميله يصفر، ما صفرش، يصفر ما صفرش، هو في الاخر اضطر ان هو يصفر. فدي بنسميها الكيدنس كول ويسل او البيشنت كول. فهنا في حاجتين كويسين جدا اتعملوا من الليد ريفري، اللي هو فضل مستني زميله ان هو يصفر عشان ما يصفرش بره الاريا اوف ريسبونسابيلتي بتاعته، ما صفرش، هو راح مصفر بعد فتره من الوقت. التريل عمل حاجه مش مظبوطه، ان هو ما عملش كروس كول. لو عمل كروس كول كان قدر يشوف الحاجات اللي حصلت دي كلها. هنشوف الفيديو الثاني. الفيديو الثاني في شوطه. خلينا نشوف الليد
واقف ازاي وباصص ازاي. الليد واقف طبعا غلط جدا، لان هو مش اضطر ان هو يلف راسه عشان يشوف ايه اللي بيحصل، ومع ذلك هو مش شايف ايه اللي بيحصل برضه، لان هو مش باصص في الجابس، هو شايف الديفنس، فالديفنس عامل له بلوك هنا. لو الديفنس عمل كونتاكت، حصل كونتاكت ما بين ايد الديفنس محمد انت معايا كده؟ سامعني يا ابو حميد؟ نعم 5 دقايق. ابو حميد، محمد، طيب هنرجع تاني للفيديو التاني يا جماعة. الفيديو التاني مهم جدا، لان انا محتاج ان انا طق طق كرة مع اللعيب هيبدأ يشوف. ايوه سامعني يا محمد؟ فهنا خلينا طيب خلينا نرجع نفتح مع بعض الفيديو التاني. تمام، اتاكد بس ان الفيديو شغال ومتبان باين للناس كلها. الفيديو هنا انا عايز ارجعكم بس سنه صغيره. هنا الليد، بصوا يا جماعه اللي انا عايز اقوله، الليد باصص مش واقف في مكان مظبوط، لانه لازم يبقى واقف هنا شايف الجابس ما بين التو بلايرز دول، ومش باصص كده، لانه لو واقف هنا هيشوف الجابس دي وهيفضل مع اللعيب الاتاك اللي هو بيشوط لغايه ما ينزل على ارض الملعب تاني، اللي هي الفور اف اللي احنا كلنا عارفينهم، اللي هو لازم ابصص على الفلور، لازم ابصص على الفوت اللي هي بقدم اللاعب، لازم ابصص اذا كان اللاعب عمل فيك ولا عمل فاول. دول فور اف لازم الحكم يبقى عارفهم كويس جدا اثناء الشوط. طيب يبقى هنا نفهم من هنا او نتعلم هنا ان الليد ده بنسميه unnecessary movement، تحرك في مكان مش مناسب، وبالتالي هو ما شافش كويس ايه اللي بيحصل. هنبص على الفيديو الثالث. الفيديو الثالث برضو بيتكلم على الليد اوفيشال. بصوا يا جماعه الليد هنا راح فين؟ الليد ساب مكانه وراح الناحيه الثانيه خالص. بص عشان ابقى اونست معاكم، هو ده كان جزء من الميكانكس القديم. طبعا الكلام ده كله اتعدل، يعني زمان كان الكلام ده مسموح بيه ان الليد يوصل هنا، بس طبعا لقوا ان الموضوع ده مش مناسب تماما، لانه وصل هنا بقى في 1 2 3 4 4 لعيبه 2 ماتش اب موجودين، مفيش حد بيغطيهم خالص، واثنين حكام مع 2 لعيبه فقط. فبالتالي الميكانكس الجديده او المظبوطه ان الليد يفضل هنا كده بالظبط، شايف الاثنين لعيبه دول مع الاثنين لعيبه دول، والتريل هنا بص على الاثنين لعيبه دول. تمام، بصوا يا شباب هنا يا جماعه
جميع الزملاء الليد واقف فين؟ الليد واقف جوه الملعب. احنا واحنا بنتكلم في الميكانيكس قلنا ان الليد لازم يبقى اوتسايد اوف ذا كورت بيهايند البيز لاين، لازم يبقى خارج الملعب خلف خط الحد النهائي للملعب. هنا الليد واقف جوه الملعب طبعا باد بوزيشن. برضو البادي لانجوج بتاعه هو باصص هنا على اللي بيحصل هنا، ودي ميستيكس كلنا بنقع فيها ان كلنا نبقى باصين على الكوره، وده مش مظبوط. لازم ابقى باصص فين؟ دي بره يعني اولموست بره الدول كفرج، لان الدول كفرج نص الفاول شوتنج اللي احنا قلنا عليه، والحته دي بس الليد واقف وشايفها، فعشان المفروض يبقى باصص عليها. التريل واقف وشايفها، المفروض الليد ما يبقاش باصص عليه. الليد هنا المفروض يبقى بره الملعب شايف اللي بيحصل هنا، ومتوقع ومنتظر اللي هيجي له من هنا. تمام؟ فده باد بوزيشن طبعا من الحكم الليد. ده جود موفمنت طبعا، الليد بيتحرك عشان يقدر يصفر الفيوليشن او المخالفه، وفي نفس الوقت هو باصص على، وهو بيجري باصص على اللي بيحصل هنا. فده جود موفمنت من الحكم الليد. تمام؟ طيب انا كده خلصت اللي انا عايز اقوله لكم بالنسبه للميكانكس. اتمنى ان شاء الله نكون الساعه وشويه اللي احنا قعدناهم مع بعض قدرنا نطلع فيهم من او من خلالهم نتعرف على حاجات ومعلومات جديده تفيدنا في التحكيم خاصه بالميكانكس. خليني الخص كده المحاضره كلها، ان احنا اتكلمنا على بعض الترمينولوجي المهمه جدا 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 اللي احنا لازم كلنا نبدا نتكلم بيها واحنا بنحكم، زي الاي او تي، زي الاوبن انجل، زي الكلوزد انجل، زي الكروس ستيب، زي ريفريز ديفنس، البرايمري كفرج، الدول كفرج، الاكستندد كفرج. كل الحاجات دي كلها لازم نبدا واحنا بنحكم مع بعض نتكلم بيها. اتكلمنا بعد كده على حاجه اسمها كي برنسبلز، المبادئ الاساسيه للتحكيم. اتكلمنا على الثري وير وي شود نو، الثلاث حاجات اللي لازم اعرفهم وانا بحكم. وير از ا بول، وير از ماي بارتنر، وماي بارتنر، وات ماي بارتنر، وات از ماي بارتنر دوينج، اند وات هي از لوكينج ات، هو باصص لفين وبيعمل ايه. بعدين دخلنا على المين ميستيكس بالنسبه للليد والتريلز عشان نبدا ندرب نفسنا ما نعملهاش تاني. بعدين اتكلمنا على الميكانكس، وفي النص اتفرجنا على الفيديو اللي فعلا من الفيديوهات المهمه جدا اللي بتورينا قد ايه طول ما في هارموني وفي ميكانكس مظبوطه مش هيحصل لنا اي مشاكل اطلاقا ان شاء الله. وفي الاخر محتاجين يبقى في تيم وورك عشان نقدر نطلع منه بشغل قوي جدا. انا كنت سعيد جدا جدا ان كنت معاكم النهارده في المحاضره بتاعه ميكانيكيه الخاصه بميكانيكيه الحكام، واتمنى ان شاء الله اني اكون قد وفقت في نقل بعض المعلومات الخاصه بميكانيكيه التحكيم. اتمنى ان انا القاكم ان شاء الله في معسكرات ودراسات اخرى عن طريق الاونلاين او لايف باذن الله ان شاء الله بعد زوال الغمة اللي احنا موجودين فيها، وان شاء الله نلتقي على خير. وبقدم الشكر مرة اخرى للاتحاد العربي على المجهود الكبير جدا اللي بيعمله، والسباق في بصراحة في الاتحاد في الدول في جميع انحاء الدول العربية، سباق بان هو ما زال مصمم على ان هو ينفذ كل الدراسات وخطة الدراسات للتطوير ورفع مستوى كرة السلة في الوطن العربي. شكرا جزيلا، ونلتقي ان شاء الله في محاضرات قادمة بإذن الله تعالى. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.